خويا كرم ديما في الموعد خويا كرم، الله يبارك. كيطلعونا لي كومونتير برك يشوفوا نسبة الصوت في الصورة. ستيف خويا بدري الله يبارك، الناس بسكرات خويا مراد، مراد غدير الله يبارك، الناس خانشلة كامل الله يبارك، مراد غدير خويا مراد، تحياتي الزمور. اليوم راهو لايف على 9 تاع الصباح، نوعو تنويع باش نبينو السلطة الوصية باللي راهي الاستبقاء هذا، والمنظمة خويا محمد البشر، المنظمة راهي تعمل ليل نهار في الصباح في المساء، كان ماناش حابسين وماناش ماناش المنظمة هذه ماهيش تلعب، راهي تخدم. واللايفات تاع خلية الإعلام متنحاصرش عفوا على هذه الكلمة، بالليل ومرا المغرب ورا مرا العشاء، والله راهي صباح مساء في أي وقت قادر الفجر دير لايف، هذا هو النضالك. شوفوا معنا خونا خويا مراد لي كومونتير مزال مش يطلعوا لي برك، ما مش يطلعوا لي باه نجاوب على خالتي الحاج مباركي تحياتي. انا عيطت لك ذاك ميسان تاع نقول لك بلي باه نطلعك معايا، شيتي نطلعك معايا يا الحاج تطلع معايا وما كتبتش، ما عاود جاك اتصال والله ما على باليش، والله الانترنت عندك ناقصه. لي كومونتير ما همش يطلعوا لي مع صبرا جميلا، يطلعوا لنا لي كومونتير وكاش ما كاين اسئله مع عند خاوتنا مستبقين كاينين اللي راهم يسقسيو، كاينين اللي راهم ماهمش فاهمين، كاينين اللي حوسوا يستفسروا على اي كاش اي موضوع كاش اي حاجه، حوس على منسق تاع ولايه ولايه ما كاين، حوس على منسق بلدية ما عضي عضو في خلية الإعلام، احنا رانا في عضية، احنا رانا أعضاء خلية الإعلام، رانا في الخدمة، رانا نخدمو ورانا في خدمة المستقبل هذا، ندوروه نعتولو واش نعرفو نقولولو. وكاينين صلاحيات كاينين امور اخرين من انا ما نتجاوزهمش خاطرش ماهوش من صلاحياتنا حنا، واش نقدروا نقولوا له واش نقدروا ننوروها نهارنا في الخدمه. كل خلية الاعلام امي الله يبارك هم يطلعوا في اللايفات، المنظمه خمسه وخموسه عليك المنظمه الله يبارك، نشطت نشاط الله يبارك، وان شاء الله راهي عوده ميمونه كل الرجال اللي كانت في 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 راحة في حالة نقاهة أمولاو، مرحبا بالجميع. المنظمة هذه هي المنظمة، منظمة راهي بيت المستقبل، وجنود الاحتياط كامل كامل راهو تاع ديزبيت بليسيس، وخاصة الاستبقاء راهو ما عندكمش يزيد، ما عندكمش بيت غير بيت المنظمة هذه، راهي لازم حقيقة هذه لازم نعرفوها، وما نضركوش سمش بالغربة خاوتي،
هتراي شعبنا غير منظمة، ومن غير منظمة ما عندنا حتى حاجة. منظمة اللي عرفتك باللي راهي عندك حق، خاصة الناطق الرسمي، ومن هذا المنبر تحية خاصة للناطق الرسمي. هذا طلعنا لكم بونتير، ونبدأ على بركة الله، نبدأ لايف في غريب كما جميع خلية الإعلام يطلعوا لايفات خفيف ظريف. ذا من بين المستبقي هذا ما يملش، ما يكرهش، ما يقولش ديما راكم تهضرونا في نفس الهضره نفس الموال. حنا رانا انا ننوعوا في اللايفات تاعنا، الله يبارك معاد كل واحد يطلع في اللايف، يطلعوا معاه زوج ثلاثه اعضاء في خليه الاعلام منسقين ولايات. الحمد لله، كل هذا يمد رايه، كل هذا يمد استشاره، كل هذا يمد رايه، كل هذا يمد حاجه هكذا. المستبقي هذا ما يملش، ما يكرهش، ونقعدوا ان شاء الله، نقعدوا متماسكين، نقعدوا اليد في اليد، نقعدوا ان شاء الله مع بعضنا، حتى ان شاء الله نديو حقوقنا. وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله تسويه راهي ان شاء الله، راهي عن قريب، عن قريب قريب ان شاء الله. نتماسكوا كما قالها خونا داود البارح مويسي، وخويا زهير شريف، وكل الرجال اللي طلعوا مع زهير شريف البارح اللايف. راهي المنظمة راهي برجالها الشرفاء، رجالها اللي عاهدوا ربي إن شاء الله، وعاهدوا عاهدوا بعضهم، عاهدوا الرجال بلي يكملوا إن شاء الله يكملوا، لا ما يملوش، ما يكرهوش. خاطركش هذا وراه بحقنا، وبالأخير إن شاء الله يطلعونا لي كومونتير إن شاء الله. محمود والله يطلعون لي كومنتير برك، مهنا سامحوني خاوتي يطلعوا لي كومنتير برك. انا حابين ندير لايف هذا خفيف غريب، كاش ما كاين اسئله مع الجماعه، نبدلوا شويه المحتوى تاع اللايف. كاين جماعه يحبوا يسالوا اسئله، كاش ما جماعه يحبوا يسقسيو، كاش ما كاين مستبقين يحوسوا على ارقام هواتف تاع منسقين بلديات، ارقام منسقين ولايات. رانا ان شاء الله في الخدمه، رانا ان شاء الله، رانا هذاك نجاوبوا ان شاء الله الناس، واش نقدروا نجاوبوا نجاوبوا. طاش كاينين امورات حنا ما نجاوبوهمش، كاينين صلاحيات هاي تخص منسق بلدي، منسق ولائي، منسق جهوي، لا لا خليت لي لا اعضاء مكتب الناطق الرسمي. هذه هي، حنا ننوركم خاوتي، نعطيكم الطريق، نعطيكم هذاك، وان شاء الله المنظمه هذه راهي تاع الجميع، ما هي تحت بعد. خويا مسعود النيلي ربي يجيب لك الشفاء، ومن هذا المنبر خاوتي ندعو لخونا مسعود النيلي الكاتب لبلديه العلماء، مكتب المنظمه لبلديه العلماء، هذا المناضل الوفي للمنظمه، ربي يجيب لك الشفاء خويا مسعود، وان شاء الله للامام، وان شاء الله تسوي عن قريب خويا مسعود، ولي في الكل في الكل عايش خويا مسعود عمار، ويا عمار بسم الله بسم الله بسم الله. والله خاوتي هي طلب هاد مبارك، هاد مباركين، هاد مباركين. يطلعوا لي كومنتير برك، يطلع اللايف مليح، يطلعوا معايا خاوتي باش جميل.
استغفر الله العظيم. Un petit commentaire à mes éléments bien talents. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خويا حفظ وناس بذكرة الله يبارك. خويا عبد الله الله يبارك. عبد الله راهو رجل من رجال المنظمة، رجل بألف رجل. الله يبارك فيك خويا عبد الله وبارك الله فيك خويا، وربي يكثر من مثالك خويا عبد الله. والله والله نعم الرجال أنت خويا عبد الله. والله خويا عبد الله راك من انبل ومن رجال الاقلاء المنظمة. بارك الله فيك خويا عبد الله، وان شاء الله الخير جاي ان شاء الله باذن الله. وبارك الله فيك خويا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. عزوز من مدينة العلمة يحييكم، المنسق البلدي لبلدية العلمة ولاية سطيف وخلية الإعلام. مرحبا بالجميع، مرحبا بالقاعدة النضالية تاع المنظمة وكل مستبقي الجمهورية. عزوز من مدينة العلمة يحييكم. والله اليوم راني بدلت اللايفات مرة، كنت الوقت راهو بدلنا الوقت باش الناس تعرف بلي المنظمة هذه ماهيش منحصرة على وقت في وقت معين برك، وهو وقت العشاء ولا وقت بين المغرب والعشاء ولا مورا العشاء فقط ولا مورا العصر. المنظمة راهي تخدم ليل نهار في كل وقت. تلقاو هذا، تلقاو واحد من أخلية الإعلام يدير لايف يحسس خاوته كاش أسئلة. أنا بهذا المنبر أنا حبيت ندير لايف، هذا هاي 9 تاع الصباح باه ندير لايف على 9 تاع الصباح باش خاوتي كشما واحد عنده أسئلة ولا ذاك. واللي حفزني أكثر كاين واحد ما على باليش أرملة ولا زوجة مستبقي اتصلت بيا دوك ما عندهاش واحد الساعة، تحوس تعرف أمورات بزاف وهي من تيارت. اتصلت بالمنسق الولاية تاع تيارت خويا محمد خروبي وهو مشكور. قلت له على القضية هذه، على قضية هذه اللي ما على باليش لا أرملة ولا زوجها حي والله ما على بالي. وعطيت أو اتصلت بهذه هذه المخلوقة هذه وعطيتها النمر تليفون تاع المنسق الولائي تاع تيارت. ودوك تعيط له ويعطيها جميع المعلومات اللي تحوس عليهم، بدها المعلومات ولا أي استشارة تحوس لي حسب ما اظن راهي تحوس لي معلومات استشاره حوس المنظمه وكيفيه كيفاه المنظمه وهذاك. هذو ما حنا رانا هكذا، حنا رانا في الخدمه هذه خلية الاعلام منسقين الولايات، رانا نخدموا على الرجال صلاح الرجال هذو الارامل والله الزوجات المستبقين اللي راهم مراض مساكن والله اللي راهم متوفين. ما عندناش وقت محصور. وين تلقى أسئلة تاع مستبقين دير لايف خويا وجاوب بالحدود اللي عاطينها لأعضاء المكتب. ما تجاوز حدودك، ما تجاوزش من الخطوط، كاينين صلاحيات ما واحد ما يتجاوزهمش. نرشدك خويا نعطيك نمرة تليفون تاع مستبقي منسق بلدي ولا منسق ولائي ولا منسق جهوي. والله انا عاد خويا كاش حاجه هكذا ما تعرفهاش خويا نقول لك عليها. هذه احنا خلية الاعلام وان شاء الله احنا رانا ان شاء الله وبين قوسين ورانا بالمرصاد بهذه من كل واحد تسول له نفسه يتكالب على المنظمه واعضاء المنظمه وكل مستبقين المنظمه. خلية الاعلام لكم بالمرصاد وان شاء الله ان شاء الله رانا ناضلوا طريقة سلمية. حنا رانا كبار 50 سنة في عمرنا وما أكثر، وحنا رانا متربيين وما نسبوش الناس وما نطيحوش الهضرة للناس. وحنا رانا في منبر ما من نتعيروش، رانا كل خاوة ورانا كل تجمعنا قضية واحدة.
حنا رانا بكل ادب، هذه هي المنظمه، منظمه العريتان، ماهيش تاع دار صغيره. واللي حاب يتكلم على المنظمه وذا يروح بعيد ونعتنا حنا تريدين. هذه هي من الاخر من خالتي، حنا ما تجيش من المنبر هذا باه نهضر لايف، هذا خفيف ظريف، ما باه نهضر على هذا لا هذاك. ما حنا رانا ننظم، حنا نحوسوا على حقوقنا، حقوق المسترقي فقط، لا جزاء ولا شكر. نحوس على حقوقنا ونحوس ان شاء الله ننوروا هذا المسترقي هذا، نعطوا له حقوقه ونعطوا له واجباته، ان شاء الله نعطوا له باللي راهو عنده حق، لازم يناضل، لازم يتحرك، لازم يبوجي، لازم يريكلامي له حقه. هذه هي دي كومونتير من زمان. ما ترمونيش خويا مراد، خويا محمد، سامحوني كاوتين على بالي بلي راكم تكومونتي، والله ما يطلع لي الكومونتير. نسبة المشاهدة راهي لبالي الوقت راهو غير مسموح. كاينين مسترقين بزاف 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 راهم خدامة، وكاينين مسترقين بزاف خاصو الخدمة كيما هنايا وراهم دوكا راهم جاو. حنا كل شرايح، حنا نحكمو منو ونحكمو باه واحد ما يغيظو الحال. كاين اللي راهو يخدم، كاين دوك اللي خلص خدمة راهو قاعد في الدار ما عرفليش انا واش راهو يدير. هذا هي خليط الإعلام، حنا نلمو جميع الشرائح في أي وقت، ما عندناش وقت ما محدد. حمزة ما عندناش وقت محدد لطرح أسئلة المستبقين، رانا إن شاء الله في الخدمة. سامحوني خاوتي باك لي كومونتير ماهمش يطلعوا لي، كون يبداو يطلعوا لي كومونتير راني إن شاء الله كشما أسئلة في إطار القانون في باحترام خاوتي. أني هنا واجد نسأل نجاوب خاوتي، وإن شاء الله أي حاجة ندلك على منسق بلدي ولا منسق ولائي ولا منسق جهوي ورا مشكل، وسأل خويا مكاين حتى مشكل. هذه المنظمة منظمة تاع الجميع، منظمة ماهيش منحصرة على عبد واحد ولا زوج ولا راهي تاع الجميع. والبيت هذه البيت الوحيد، ما عندناش تنظيم واحد آخر من غير منظمة. يكذب عليك الكاذب، المنظمة ثم المنظمة والمنظمة فقط خاطي. هذه هي، سامحوني راني وقيلا راني شوية نذاك، والله حبيت ندير لايف هذا يعني باه جماعة يكونوا باش ما نجاوب كاش أسئلة تاع منسقين مستبقين، منسقين بلديات ولاية سطيف، خاصة منسقين بلديات ولاية سطيف. تحركوا خاوتي، تحركوا والله غير تحركوا، راهي ان شاء الله راهي المنظمه دي راهي ماهيش ما هي تاع ناكل. المستبقي راهو فيه، راهو يحتاجكم. مادام حكمت المسؤوليه هذه تخدم خويا، ما تسمعش الاقاويل اللي راهي منه من الناس اللي تتكالب، ما تسمعهاش. خاطرك شام ينبحوا فين بغيتهم. ما اخدموا خاوتي وان شاء الله الامام، وخدمتك هي اللي تبان، مش هي هذاك، مش الهضره. انا احنا مني انا وروح الخدمه هي اللي تبان، مش الهضره. احنا انا ما نسمعش الهضره، خاطركش حاشاكم حاشا قدركم. الكلب ينبح 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 يجعفهم ويسكت، هذا هو المبدا اللي راني نمشي بيه انا. هادي لي كومونتير مازال ما مشاطلو، دوكا عندي بروبليم تاع لي كومونتير. والله غير نويت هكذا نيه ما عند ربي باللي هكذا كاش مستبقين يسالوا. راني في الخدمه ان شاء الله تكون هذه تتعمم على جميع خليط الاعلام، منسقين الولايات، خاصه منسقين الولايات. خافوا ربي يا جماعه في المستبقي هذا، والله العظيم خافوا ربي في المستقبل، والله العظيم راهو مسكين، راهو أمي يعلم به غير ربي. صدقوني بالله كاينين مسترقين والله ما يعلم بهم غير ربي سبحانه، خافوا ربي فيهم. واتصلوا بالمسكين تاع المسترقين تاعكم وجاوبوهم، مدوا لهم ولو جرعة من هكذا يحس بلي راهو موراه معاه رجاله، موراه رجاله
التسبية تاعو ان شاء الله راهي ان شاء الله معاه، راهي عاكف عليها غير رجال، وراهم يجيو عليها رجاله، باه هو يحس بالامان، باه يزيد يناضل. ماشي والله يا الناس، هي الناس تعبت 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 صح، كل مستبقين، كل مستبقين راهم تعبوا. لي كومونتير ما مش يطلعوا لي، هذا هو البروبليم. صافي اللايف هلا غاد، والله نوينا نية حسنة، وربي يعلم بلي إن شاء الله نجاوب على الأسئلة تاع كاش مستبقين في إطار القانون، في إطار المصالحيات اللي راهو عندنا. ما كتبش مكتوب لي كومونتير، لي كومونتير بارطاجيو جماعة، برك اللايف هذا باش خويا مراد، خويا محمد، كاش واحد من خليتي هنا حاب يطلع معايا نطلعو، ما كاش مشكل، كش ما يزيد إضافة، كش ما يزيد معلومة، كش ما يزيد. لي كومونتير ما تنعرفش خويا زهير، نحييك من اللايف تاع البارح خويا، لايف كان روعة. لي زادو بنا خويا داود ميسي، المنسق الولاية سطيف، المنسق الجهوي تاع الناحية الخامسة، بارك الله فيك الأخ داود. كامل كيما راهم لي طلعوا معاك خويا كامل حميدة، منسق بلدية زريبة، بلدية البرانيس، ولاية بسكرة. الأخ رابح ثاني تاع بسكرة، كل رجال بسكرة، بارك الله فيك خويا. خويا كمال حماية كلي فات منسق ولاية تيباز خويا، بارك الله فيك على المجهودات والخدمة اللي قدير فيها خويا كمال، أنت والإبراهيم غايب. شكرا جزيلا. استغفر الله. لي كومونتير منسقين بلدية ستيف، منسقين بلدية ستيف، منسقين بلدية ستيف، يا منسقين بلدية ستيف، خافوا ربي في المستبقين، خافوا ربي في المستبقين. ماكش قادر دير لايف خويا، دير تحسيس حبيبي، دير تحسيس. والله تفهمت انا وداود، كاينين من البلديات جاو نائيه، جاو الفوق، ما على باليش انا، ما كاينين يعني ري حقيقه لازم نعرفها، وكل كاينين منسقين ما يقدرش يخرج لايف، ما نعرف يحشم، ما على باليش انا، وهكذا هذه من عند رب العالمين، والله ما يقدرش يكتب. والله يعني انا مستعد، انا شخصيا معزز، نطلع عليك اخويا، نجي لك ثم ونديروا لايف ثم، وتكلم حبيبي بكل اريحيه، مد انشغالاتك، مد وش حاب لك، بلديات ولايه سطيف، ان شاء الله الشمال، جنوب، غرب، شرق، شرق، ما عندناش مشكل. انتظرونا ان شاء الله، يا ما ان شاء الله السياره باش طاحت طومبان، كي نعدلوا السياره ان شاء الله ونكملوا العمل تاعنا، وان شاء الله كل بلديات ولايه سطيف باذن الله كلها تكون في الصورات، كلها دير لايفات، وان شاء الله نكونوا ولايه سطيف هذه تكون رائده، وتكون الاول، تكون اول ولايه ان شاء الله كل منسقين بلدياتها ان شاء الله يديروا لايفات، وهذا شرف لنا احنا كامل من داود ميسي المنسق الولائي، وكامل كما رانا كل ان شاء الله، وان شاء الله تتعمم، انا نتمنى تتعمم كامل الولايات، منسقين الولايات يعني خاوتي، خافوا ربي في المستبقي، وتحركوا خاوتي، وهذه المنظمه هذه راهي تاعنا جميعا، وان شاء الله اليد في اليد، والخير ان شاء الله راهو يعم الجميع، كما قالوا جماعة تصب النود تصب علينا وكل، هذه الجملة المشهورة هذه تاع ان شاء الله تعم تصب علينا وكل، ما كانش مشكل، لا ما عدناش فرق اخواتي بين ذاك، هذه الفتنة اللي داروها بين جماعة دفعت جماعة ما دفعتش، والله ما احنا اللي ضرينا، مستبقي هو اللي ضر، بصفة عامة، ما ضر حتى واحد. عاد من اللي يدفع يشوف، اللي ما يدفعش يشوف فيه،
يشوف فيه دوبل واللي ما دفعش يشوف اللي دفع دوبل وهذا عاد ما يهدرش معايا. والله غير الله المستعان. خلاص يا ربي ويبداو يطلعونا لي كومونتير باه ما نطولوش برك اللايف هذا خفيف غريب بما المستبقي اذا ما يملش فيه ما يكرهش. ان شاء الله نكون خفيف ظراف على خاوتي على المستبقين ما به ما حد ميمل به ميملش. والله يا خاوتي يا وربي يعلم باللي والله جيت ندير لايف باش اي مستبقي عنده سؤال ولا عنده اي حوس على اي منسق بلدي ولا منسق ولائي رانا ان شاء الله خليط الاعلام رانا في الخدمة. ما طلعوناش ليها ما طلعوناش لي كومنتير سليم. يعني ناش كانت النية نية إن شاء الله نية صافية نية إن شاء الله نية ربي يجازينا على نياتنا النية تاعنا نياتنا يعني نناتنا في الاخير خالتي ما عندناش غير منظمه خالتي نهضروا في المفيد المنظمه هي بيت المستقي نازلوا خالتي بكل ما عندي حبيبي المنسقين ولايات المنسقين بلديات الجميع على خاطر وطني كامل خالتي راه المستقي راه يستنى فيكم راهو ينتظر منكم اكثر من هكذا والحمد لله رب العالمين. المنظمه الاخيره هذه في الاونه الاخيره هذه راهي الله يبارك بينت للصديق اكثر من العدو. المنظمه راهي كبيره كبيره بزاف كبيره بعضها كبيره بها بناطقها رسمي كبيره ان شاء الله بكل بخليتها الاعلام برجالها بالمنسقين بلدياتها المنسقين ولاياتها الحمد لله رب العالمين. اليد في اليد خاوتي وهذه هي المنظمه. ما عندناش بيت واحد اخر من غير المنظمه ما عندناش تنظيم واحد اخر من غير المنظمه وما نسمعوش ما نقعدوش نسمعوا هذا التكالب اللي راهو منه من اخدموا خاوتي الخدمه والامان النضال وينبحوا حاجاكم خاوتي كلمة على الكلمه هذه ينبحوا يجعون فمهم يحبسوا هذه هي الخدمه خاوتي قدام والنضال النضال ثم النضال. في الاخير خاوتي تقبل مني تحياتي الى كل الرجال الشرفاء على راسهم الناطق رسمي كل اعضاء المكتب الوطني خليط الاعلام خويا داود المويسي كل هذا باسمه الحاج مباركي الحاج مباركي الحاج مباركي الحاج مباركي صاحبي وصديقي وذراعي هو يقول انا ذراعي وانا نقول هو ذراعي. في الاخير خاوتي تحياتي عزوز من مدينة علمة يحييكم. السلام عليكم.